من الله وفتح البريد نصر من الله وفتح غريب يا صاحب الثأر بسخط مريب نحن لدعوى الله خير المجيب. حياكم الله وهي حلقة جديدة من بس بالعراق. أنا دائما في هذا الشارع أصير بعالم ثاني، شارع الجنة. هذا الشارع اللي من البصرة، من أقصى البصرة وصولاً إلى كربلاء المقدسة، تشوف به الغرائب والعجائب مثل ما تشوفون هذا الموكب البسيط اللي هو بس أبساط، وهاي الطبلة عليها الكعك والمي، وجايبين اليوم جيمر عرب. قواك الله سيد. قوا حيلك حبيب قلبي، يا بعد قلبه يجورنا ويجورك. الله يحفظك. الله يحفظك. هذا قليل قليل، الله شاهد ما مسوين شيء، سبحان الله. يعني فلوس تشتري منها تلقى المحفظة متروسة. وحق راية العباس أنا جربتها من البارحة ولليوم. البارحة بلشت؟ من البارحة. أنت ما عندك موكب سيد؟ أول مرة تفتح؟ أنا ما عندي والله. وعلي بكانت تعرف على شارع بغداد موكب. زين. أخوي؟ زين. بس سبحان الله العام هم أوزع، لا بس أوزع توزيع وأمشي مشاي. زين. بس سبحان الله ما تصرف زين. تافات للعباس وبدهم مجامل. وحق القرآن المجيد. هسه وقت متأخر من الليل. إي. بعدك قاعد سيد. نعم. روح نام. أنا نام. إي. أفا عليه. والله. والعباس ما يجيني النوم. أبد. وحق رسول الله. شلون يجيني النوم؟ أكو زوار. والحسين يعني أباع للخدم أبكي. أباع أنا التليفون ما يلزم الأيام. ليش أباع الخدام؟ إيه. وأبكي بس ما عندي إمكانية موكب كبير. زين هاي الفلوس من عدك؟ سجايب الجيمر؟ والله. ما بس هي لا من فلوس الحسين هاي نسميه. فلوس؟ مو فلوس. إيه؟ لا مو فلوس. هاي كلها من الحسين. بالقرآن والحسين سبحان الله إيش ما أطلبنه يطيني. 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 أبد. البال. شري. شنو تشتغل سيد؟ أنا جريح بالحشد. والله. جريح بالحشد. نعم. بالصوب. وراتبك استلمت البارحه قلت لي خليته للبوك. نعم والله. وبعد ما احط فوق لما نكف الزوار اخر زاير بعون الله زين نكف لهن قدرنا نروح نزور والما قدرنا نضل. الحسين لون الطين ما يعيوننا يا بيه. والحسين لون الطين دمنا. والحسين الشهيد وحق اللي هو الحسين. شنو الطين قليل قليل. ايوه رب المعبود سبحان الله. تشتري القمر عرب. أيه. تشتري الصمون، تشتري الثلج، تشتري الماي. أيه. انا حاطه فلوس. شو الفلوس زايده؟ اللهم خلي على الله شاهد ورسوله من البارحه. أيه. قاعد اركز بيها بالقران. يعني ايش ما تصرف تزيد الفلوس؟ اضع بالمحفظه هنا بحطتها سبحان الله. لا الله شاهد ورسوله. وطم من سواق للبيت. أيه. اطم من السواق. أيه. اشوفني غلا المال البيت. أيه. يعني اكل يومي واضح. بس من نجيب للإمام الحسين البارحان والحجاج رحنا تقرينا البارحة جبتوا قمر عرب زين أخوي وهذا الكعاك وماء والتمر. ايه. أخوي وثلج. ايه. اشترينا وصمون. ايه. سبحان الله من إيدة على المحفظة القاعد حتي ما شاء الله والله وحتى ما حاسبين حد الآن ما شاء الله. الله شاهد ورسول موفقين سيد. نعمة الله يزيدها عليك والله يبارك بيكم. ترى انتم قاعد توصلون اصوات العالم سيد. انتوا خدام الحسين الدنيا. فانتم من صوتكم وقناتكم الموقره الحلوه توصلون حكينا توصلون كلامنا. خلي العالم يصير عنده عزم. هاي بس بالعراق شوفوا اخواني الاعزاء. وشكر سيد تخادم للحسين وانا خويدم للخادم. يوم سنه من السنين انا عندي موكب. اي الله شاهد وعلى المستطيل. خاف يقولوا لي انت ما عندك موكب على شارع بغداد. عندي موكب على المستطيل بشارع السيد. زين. امطرت الامور وباكر محرم. ايه. اوزع شاي ونوم ودارسين. زين. موكب بسيط. زين. اخوي رحت لابو الشوادر. ايه. بس ما نذكر عمامه. زين. قال لي يا سيد اسف عنك. كل الشوادر خلصان. ظليت ابكي. بكيت امي قالت لي يمه فرج ان شاء الله الصبح تدور تلقى. زين. بالرؤية جاني زلمة ما نقول يا أخي. جاني زلمة قال هذا الشادر بنيته لك. هي. الله شاهد ورسوله بس هو برقبته قال له هذا الشادر بنيته لك. يعني إذن الإمام العباس برأيي الله شاهد أخضر بأخضر. زين.
الصبح الشخص القتله على شادر جابه لي محمل هو وابنه ما شاء الله وربك ورب الحسين ما شاء الله لو تريد نعوف الحسين وهاي صار له 10 سنوات الله. وما ناسي الله يوفقك يا بعد قلبي وان شاء الله الله يستر مأجورين الله يحفظكم يا بعد مأجورين هذا اللي يشوفه بس بالعراق هاي الفتره الصحيحه اللي ما تشوفوها بغير مكان اطلاقا تشوفوه جريح بالحشد يستلم الراتب يجي يذب على الموكب موكب بسيط كلش بسيط تشوفوه هو وجماعته جايين فارشين بساط بالشارع لان ما عنده مكان يسوي موكب تمام وجايب اليوم جيمر عرب وشاي وصمون والكعك موجود والمي موجود وخيرات الحسين كثيره وهواي وما تخلص او اي خادم تساله تقول له يابا بتصرف من جيبك الخاص ممكن ياثر عليك يقول لك اني مسوي قليل ما مسوي شيء ما مقدم شيء للحسن بعيدا وانا راه قريبا باذن ام الحسن مطالبا عنيدا بباس مريبا تنصاع فيه المحن تنصاع فيه المحن الله يحفظك مأجور ان شاء الله الله يقدم اجرك ما تعبان حبيبي الحمد لله بخير والله ما تعبانين ما بعد لا ما حيتعب آه. لا والله روحنا بس انت ما نايم لا لا حتى لو ما نايم آه. والله لا عبد الله لا خدم احنا من البصره لما نوصل كربلاء الله يوفقك اي والله من عمرك حبيبي انا 90 سنه ما شاء الله اي ما شاء الله بعد شباب يعني طبعا يشوف بعدك شباب اللي يشوفني يقول 18 سنه اي واقل ما شباب الحمد لله نحمد الله وشكرا سؤال تفضل جواب بالايام العاديه هم لك تطلع تشتغل وتمشي وتروح لا لا امشي بس امشي شغل ما اشتغل لان حطيت عدسات العيون اثنين عدسات بعيني اي عدسات العيون هسه ما ياثر عليك لا لا ما ياثر هو المشافي هو المشافي ابو عبد الله أه. والله بالله شو علاقته قويه بالحسين عليه السلام نحمد الله ونشكره نحمد الله ونشكره اه ابو الله وابو عبد الله الحسين وابو الفضل العباس هنا انا شنو دورك بالموكب شو تسوي هذا هنا اسوي شاي اخذت اصب لهم شاي اصب لهم حليب اصب لهم كعك اعطيهم كذا كل شيء كامل شيء يريد الزائر توفر خادم على الزائر منا الى كربلاء الله يحفظكم ان شاء الله ويسر عليكم ويدفع البلاء عنكم الله يحفظك يا عم الله يحفظكم مأجور. الله يسلمكم مأجور. مأجور. حبيبي الغالي حسين جاي سويت هنا احنا جاي نخدم زوار ابو عبد الله زين نمسح رجليهم ونحطهم على رؤوسنا شلون بعدنا مقصرين ويا زاد ايه بعد مقصرين ويا قصرين نعم مهما سوي انت تقصر ويا زوار ابو علي انت هسه نايم بعدك ما نايم لا والله ما نام ما تروح تنام ما نام ابو علي لما اقزاد للعشره هيك ايه؟ لما اشوف تكف الزوار ماكو حد يلا امشي لاهلي ما تتعب اتعب ايه تعب اخو ابو علي راحه نعم ماجور يا ابوي كله خير وبركه الله يحفظك ايه؟ بعد روحي ايه الله يوفقك ماجور ان شاء الله ابوي فارك وغيروا هزهم بالصايح وصخ الدنيا انا للوح وبس يفك مالح شايمت الساعي المهد الدم فاير بينه هنخلي الطاير بجوهم يشبع بالطايح هنخلي الطاير بجوهم يشبع بالطايح توحش الله يما توحينك ماجوره بعد روحي صرنا وزرك حبوب ما تعبانه؟ لا والله من السنه للسنه سياحه ما اكل بالبيت شغل ما اسوي كل شيء بسوي كل شيء وهسه؟ لا هسه قاعدة بالدافة لا والله ما نايمين آه. لا انا ولا اختي انت وخيتك؟ ايه كل سنة هنا أنا؟ كل سنة هاي صار لنا 13 سنة صار لنا هنا والله 13 سنة احنا نسيح هذا موكبنا موكب الجمعيات هاي ولدنا كلهم حارة عليك؟ لا ماكو حر ماكو حر؟ لا والله ماكو حر تعبانة ايديش انا مريضة تعبانة ايه؟ عندي سكر توني جيت من بغداد والله لا تعب ولا شيء لا ابو عبد الله ابد ما نتعب والله وللموت للموت للموت هاي شوف انا مقرمة وهاي عكاس وياي بس انا قاعدة سيح قاعدة سيحين سيح وعندي قراية التسعة بالليل اي وعندي طابور شنو تتمنين من الحياة؟ شو اتمنى؟ امنيتك اظل خادمه الحسين منا لما اموت والله العظيم كل شيء عمرك طويل ان شاء الله بعد قلبي ظل خدام من الخدام ابو عبد الله ايه. ها جنه هاي الله يحفظك يا امه ماجوره ماجوره ان شاء الله هم ذولا خدام الحسين عليه السلام
تشوفهم مرضى، تشوفهم تعبانين، تشوفهم ناس كبار، بس هم مداومين على هاي الخدمة، قاعدين بالمواكب وما ينامون، قاعدين هاي اللي يسيح، هاي اللي يسوي أكل، هذا اللي يصب شاي، ذاك اللي يقدم، ذاك اللي واقف على الشارع يعزم، أنواع أنواع من الخدم. خليكم مستمرين، خلي نشوف الأرض وسبع الشدار، جارت الأرض وحان المعار. هذا الموكب التبي شو شوفش وحدك؟ لا خدم لا شيء، وحدك؟ وحدي، بس يجونهم الخدم مثل ما تقول بالليل. إيه. وأنت الصبح؟ نعم. شو تقدمين بيبت؟ والله حاليا هسه جبت أوس أبيض وصمون، خلصت هاي الوجبة. الصبح؟ إيه نعم. الفجر الساعة من ساعة بالوحدة. زين. لحد بالأربع الفجر أنا انتهيت، أو بالثلاثة يعني خلصت الزوار، أسلم بعد وجبة الشاي. يبقى شاي عليه. شاي هو أنا كله عليه. هذا كله عليه. إيه. حط الدنيا، بعد شوي تطلع الشمس. عادي ما يأثر. عادي ما يأثر. ما يأثر. عادي. كل يعني أنا بسكت الظهر. إيه. مثل ما يقولون بالقدة اللي العام السكر. إيه بعد ما يدخلون جوا. أنا أستلم. إيه أنا أستلم الغداء. أبدي بيه لحد ما يخلص آخر زائر يستراح. إيه. الساعة بالثلاثة يقطع. زائر الثاني. من يجيب الفلوس؟ الحمد لله والشكر. أدي. احنا والله عدي راتبي وراتب ابني. زين. اي فراتب نحوله. زين. للموكب. زين. وراتب الاخ نحوله للبيت وبركاته بعبد الله. يزيدها عليك. الحمد لله واشكو صندوق مشخصينه. جمع من سنة لسنة. من سنة لسنة. نمشي بيه. هاي عيونك منها شوفين بيها؟ عادي اي بس هاي عدسة اصطناعية. هاي خلي عدسة؟ اي. بتأثر عليك النار بالحرارة شيء؟ ما يأثر. ابد ولا حسن. وراح السن. شو مسوي بيكم الحسين؟ والله يا نفدي بولدي وبناتي وأغلى ما عندي، هذا قليل بالنسبة للحسين. وجاي قد منه لأن احنا مو أحسن من زينب. سلام الله عليه. جاي تمشي 40 يوم. بعد هاي حسبة هاي خدمة. حسبة هذا مقدمة للحسين؟ لا بالعكس هذا قليل مقدمة. أبد. أبد. احنا ما نوا جاسي زينب. وش ما نسوي؟ قليل بحق الحسين. هذا قليل. قليل. زين. يعني نتمنى هاي المسيرة تظل سنة كاملة خدمة الحسين. نتمنى مو 40 يوم تنتهي. لا بالعكس. تستمر. نتمنى تستمر هاي الخدمة. وهنياله يحصل هاي الخدمة. والله العظيم. بالسنة حسن يلا الشوفة. نحسب لها يوم يوم. يوم يوم. شو وقت تجي هاي الخدمة؟ شو وقت تجي؟ شو وقت نتهيئ لخدمتها؟ يعني بالعكس أنا رغم الجروح ورغم المواساة. انا احس اكو جرح بقلبك. اي اكو جروح بس جرح الحسين اكبر. والله جرح الحسين ومصيبة الحسين اكبر. اكبر. الله يحفظك يا يمه. الله يرحم هاي العبرة. الله يستر عليك مهجورة. الحج من راح ترك اثر بيك كان وياك بالموكب. نعم. ممكن تنتي وياه؟ نعم مستحيل يوم مو انا وياه. كانت صادر هاي ما حد ناصب قله بس انا وابو عبد ذاك الركن. هاي كلها انه. زين. كلها انه. ومن راح الله يرحمه؟ ضليت بوحدي اي بس كانت ولد وياي. ما يعني تركنا يوم الموكب او اعتذرنا على الحسين مستحيل. مستحيل. مستحيل ابد لو اخر لحظه من حياتنا نبقى نختم. يحفظك. اخر لحظه يحفظك ربي يا بعد قلبي روحي امي انا خادمه لك. انت فخر. تاج راسي. والله تاج راسي. فخر انتم انه. والله العظيم اللي تسووه ترى كلش كبير. انتم تقولون عليه قليل. هذا قليل حق الحسين. لا بالعكس هو كبير. هذا الكرم وهذا توقفه بالحار وتخدمين زوار الحسين عليه السلام. هاي شغله بسيطه عاديه هاي الحر. احنا مو قد مصيبه زينب. ما نوصل للهواء. لا مستحيل. لا بحجابنا ولا بلبسنا ولا يعني الأربعين راح تجي خلاص خلصت نسينا بس زينب ما تنسي ما تنسي وحشتها وغربتها ومصابها يعني هذا كله وننسى هذا كله ما نقدمه احنا مو قد زينب لا مستحيل نوصل لزينب ابد ابد لو بدينا نوصل زينب مهجورة يا امي يا بعد قلبك حبيبي يزيد النعم عليك حبيبي وتبقين هنا أنا على طريق يا رب الزوار يحفظكم هاي الاذاعه ويحفظ كل شريف الله يحفظك اللي
يخدم الحسين ويمشي على منهج الحسين، عسى ربي ما يحرم من هاي الخدمة. الله يحفظك يا شام. يلا الله يديمك. هاي الصور اللي يشوفوها بس بالعراق. دولة حيترني القان بيدك تبنيها، دورة أجدادك ودمهم بالدم نحييها. هاي اللطامة بالمجلس تلقاها انصارك، هاي اللطامة بالمجلس تلقاها انصارك. نصر من الله وفتح قريب، من الله وفتح غريب. جبت والطاغوت حان القصام، جاء نصر الله لا من مناص. يصلب بالجذع يا ابن البتول، جبت والطاغوت حان القصام. قواك الله ابويا، ركبت فيها للحسين. الركبه تفديها للحسين؟ اي والله. قليل بحق الحسين، قليل بحق الحسين، قليل. انت ما تعبان؟ للحسين معي ذاك التعب. للحسين ماكو تعب؟ ماكو تعب، تعب الحسين راحه. والله تعب الحسين راحه. اي زين، اقعد جو ارتاح جو التبريد. لا ما اقعد، اضحي بالشمس. اي وما اقعد على التبريد. توقف بالشمس؟ ما اقعد على التبريد. الحسين بالشمس شام؟ شفتها ما بالشمس، لا اقعد على التبريد، لا ما قاعد اعبط بالشمس. يقول الحسين ثلاث ايام بقى بالشمس على الغبره، انا اقعد جو التبريد؟ لا والله ما اقعد. يوميا بالبيت مع الثاني يوم الصبح اول زمان. ما تنام؟ ما نام. ابد؟ ابد الصبح. تروح ارتاح يا ابويا. يا حسين انا بروح ما انا بروح. الحسين اذا بروحك؟ ابوس روحي للحسين. تموت روحك للحسين؟ ايوه. هيجي تحب للحسين؟ مش مو طبيعي، احبه. أجل من أجل من روحه، أجل من أهالي شكلها ضحوا. يا أبي ضحيهم. الولد الحسين هذا يوم كل شهر أخدم يوم واحد نطلع مشاهد المصر كمل. هم تروح مشي؟ إيه. شنو هاي؟ تشهد عمرك؟ 69. 69 سنة. وما هو في الحسين. الله. أشهر من ممكن. إيه. يوم واحد نطلع مشاهد. يقول عمره 69 سنة وما هو في الحسين. أنت هنا توزع ماي بالموكب؟ ماي. توزع ماي. ماي. ومن الأربعة للأربعة الصبح. من الأربعة للأربعة الصبح. اي وما أتعب للحسين. ما تتعب للحسين. تعب للحسين راحة. يحفظك الحسين يا أبوي. يحفظ الجميع إن شاء الله. يعطيك الصحة والعافية. على الجميع إن شاء الله. مأجور. أبو ضبادرك. بعد روحي. الله يديمك. ما أخذش بالتعب نهائيا منك شيء. ما تحس بتعب. أبدا. نهائيا. نهائيا. وحرارة. الجو حار. ما يهدي لو يصير جهنم هم أبس. وحار. طاح قال عود شيء ما تك هاك. جهنم. ايه هذا امشي وما اعرف الحسين. هم تمشي ما تعرف الحسين؟ ما اعرف الحسين. شو مسوي بيك الحسين؟ ها؟ شو مسوي بيك الحسين؟ الحسين مجنني وما اعرفه. مجننك وما تعرفه؟ ما اعرفه للموت. حسين يا